هاد الناس هنا كيحفروا في هاد البقعه هذه في هاد لاكاب، والناس هنا عندهم واحد السيد صاحبي كريم واحد الكومبريسيونس هنايا، ولكن ما دايرينش الاحتياط الواجب فهمتي، لان خاصهم حتى بالنسبه هنا هاد لاطيراس خاصو يبقى فيه خاصو يحفروا 3 متر ويكاليو فهمتي. الناس مساكن غير جاوبوا يحفروا في مره واحده كيحفروا، راه نزل عليهم هاد الحيط هذا، حيط هنا غير كما كنشوف غير التراب هذا، ونزل عليهم هذاك الشيء، لان ما كاينش شي ما كاين يعني شي حاجه اللي تكون كراف باش يكون، ما الناس ما عندهمش مهم في العمال، ما نسيت كيديروا داك الشيء هما عشوائي. مثلا جوج تعتقوا واحد يمكن تهرس واحد تبليسه شي شويه، وواحد جوج راهم باقيين تحت الركام دابا، راه الناس اصحاب الوقايه المدنيه تيديروا الخدمه ديالهم.